أنا الآن في جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره عن المرحوم خالد محمود فريد مجادلة من باخة الغربية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أنا الآن في الطواف لإتمام مناسك العمرة عن المرحوم خالد محمود فريد مجادلة من باخة الغربية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم انقله من ضيق اللحوت ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رحيم ويا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا تجاوز اللهم عن إساءته. اللهم جازه بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل منه الخليل وتجاوز عنه التقصير يا متجير المستجير. اللهم احمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخذه يوم بعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل خبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افتح أبواب السماء لروحي وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والسرور. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل في هذه العمر موازينه. اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.